أهلا بكم. أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمان غنيمات أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في مختلف المجالات بالرغم من صعوبة المرحلة والتحديات خاصة الاقتصادية منها، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى هوية جديدة للاقتصاد قائمة على الشراكة مع القطاعين العام والخاص، هدفها التشغيل وخلق فرص عمل. جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من الصحفيين في دار رئاسة الوزراء. المؤشرات المالية والنقدية، وهذه مسألة مهمة، تؤكد سلامة ومنعة الجهاز المصرفي، تؤكد أن الدينار بخير، تؤكد أن الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي أيضا احتياطي مريح، حيث يغطي اليوم مستوردات حوالي 7 أشهر، فيما المعيار العالمي يتطلب أن تغطي 3 أشهر، وهذا مؤشر مريح للاقتصاد وللاستقرار النقدي. 43 مليون حجم الأموال التي تم تحقيقها من بند التهرب الضريبي مقارنة ب 30 مليون دينار.